قال مسؤولون في قطاع الصحة إن الجيش الإسرائيلي قاصف مناطق في وسط غزة ما أدى إلى مقتل 9 فلسطينيين على الأقل، كما قتل شخصان آخران في غارة جوية في مدينة رفح جنوب القطاع مع تقدم الدبابات الإسرائيلية بشكل محدود داخل المدينة، والتي قامت بتنفيذ ضربات قبل شمال المدينة قبل أن تنسحب من شمال المدينة.